تلاوة القرآن الكريم لأول مرة في البيت الأبيض بحضور بايدن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. As Eid al-Fitr is the culmination of Ramadan, the verse I recited and those that preceded